هكذا تتواصل أشواطنا في مساء هذا اليوم باستمرارية جميلة عبر شاشة دبي ريسنج تحفه الميادين المرموم الذي يحتضن سن الكبار ومع الأصايل في الشوط السادس مع الذلل المهجنات الأصايل الذي تحمل هذه الشعارات الذي تعددت في ألوانها وتشكلت ليزين ميدان المرموم بهذه الأسماء والتحديات الجميلة. نسير وننطلق نباري المراكز الأولى تأتي في المركز الأول تتقدم المشاركات دبي أي دبي تقود المشاركة وتندفع بالمركز الأول تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يضمر دبي اللي بالمركز الأول بينما المركز الثاني هاملولة تاتي في المركز الثاني تندفع على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد الذي في المركز الثاني. ننطلق مع ثالث المراكز وبنلقى في المركز الثالث وشوف الانطلاق من فن تنطلق على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مطار بن محمد بالضبيعة يضمر فن ويتفنن في تضميرها. المركز الرابع وصلت وبرة في رابع المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي ياتي مضمرا مع وبرة. المركز الخامس تقدمت نشوة في خامس المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطار بن سيف بن لاحج الهاجري يقود التضمير بينما المركز الخامس والسادس سادس المراكز تأتي بشاير وشعار يهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم لنا بشاير في التضمير مع بشاير الناموس والاستعداد. المركز السابع في هذه اللحظة سابع المراكز وصلت وتحركت متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. عبد الله بن ثعيلب الهايري يضمر متعبة. المركز الثامن هناك تاتي محطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقودها في التضمير. المركز التاسع وصلت وسام بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم لنا وسام مع هذا الانطلاق. وعاشر المراكز تواجدت في سلو لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطار بن لاحج الهاجري يتولى عملية تضميرها. اكمال النداء الاول للعشر المراكز في مسار هذا الشوط وهو سادس أشواط مساء هذا اليوم وانطلاقت هذا المساء الجميل مع الأصايل المهجنات مع الذلل أصحاب السمو الشيوخ الذي صالت وجالت الذي سجلت أسماها بحروف من نور بحروف من ذهب في سباقات الهجن منذ فترتها العمرية وسن الصغار حتى وصلت إلى هذا السن سن الحول وسن الذلل الذي تنطلق في هذه الأسماء بإنجازاتها وبتحدياتها في ميدان المرموم. هذه شاشة دبي ريسنج الحاضرة في النقل المباشر الحي مع الأصايل. وشوف ثلاثية المقدمة الثلاث المراكز الثلاث اللي بهنزان اللقاء الثلاث المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات. شوف هملولة وشوف هناك وبرة وشوف كذلك الذي من الجانب الآخر. الثلاث المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء ثلاثية جميلة ثلاثية رائعة. وبرة غيرت إلى مقدمة الشوط وبرة انطلقت إلى المركز الأول ولكن شوف الدخول من بشاير ووبرة وهملولة وبشاير ووبرة في موقع واحد في هذا المنطلق ثلاثي جميل ولكن هذه هملولة بفارق راس. هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير في التضمير. أحمد بن سلطان بن رشيد يدربها ويدير تضميرها. وبرة في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المتمرس كذلك. عتيج بن سالم بالعرطي في تضمير
تضمير وتحديات هذا الشوط. المركز الثالث وصول بشاير من هجن العاصفة يقودها الواثق مضمرا حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الرابع فن تاتي فن يا مجمل الفن والركض كل فن ولا دافن المرموم دائما فن في هذه الانطلاقات. يا سلام فن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن محمد بالضبيعة يقدم فن على المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت دبي على المركز الخامس في هذه الانطلاقات هنا في هذه فيدانة الدنيا في دبي. وهذه دبي مشاهدي الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 في مرغم التراثية متواجد براشد ومتابع في التضمير وفي التحدي في مع الكبار والرقص مع الكبار. المركز السادس سادس المراكز تاتي نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب بن لاحج الهاجري يقودها في التضمير تاتي هناك وتتقدم متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعيلب الهايري يضمرها في المركز الثامن في هذا الانطلاق والاندفاع. في المركز الثامن ننطلق إلى ثامن المراكز تأتينا الدوحة. الدوحة تقدمت في هذه اللحظات مبعد انطلقت في هذه اللحظات وصلت مبعده تحركت مبعده لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. الشاعر حمد بن علي العويسي مضمر 5 نجوم كذلك ياتي في هذا الانطلاق. والمركز التاسع الشاهينيه في تاسع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد يضمرها. وعاشر المراكز تتواجد فيه وسام العاصفه مع هذا الانطلاق. وحمد بن راشد بن غدير يقدم وسام في هذا المنطلق. هذه العشر المراكز الأولى هذا ندان الثاني في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام شعارات واسماء قوية انطلاقات رائعة ولكن امور الشوط تسير في هدوء حتى هذه اللحظات. ولكن 8 كيلومترات الذي يطلب فيها الهدوء في البداية ويكون العرض ذاتي وتلقائي في البداية. ولكن ترقبوا المزيد بعد لوحة 2 كيلومتر ترقبوا التحرك والأوامر والانطلاقات. يا سلام حزام الغابات مشاهدين الأعزاء على اليمين وغادرنا 3 كيلومترات انطلقنا في مسافة 8 كيلومتر بهذه الأسماء الرنانة بهذه الأسماء الجميلة بهذه الانطلاقات الرائعة. نسير مع هملولة تقود المشاركات. هملولة تتقدم على الذلل المهجنات تسيطر على المركز الأول. يا سلام يا سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد يقودها تابع هملولة في مسارها في هذا الميدان. المركز الثاني تتقدم فن مشاهدين الأعزاء لتشكل الفن الجميل في الأداء والانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة يقدم لنا الفن يتفنن في تضمير فن يقدم فن على المركز الثاني. المركز الثالث بشاير الخير دائما مع هذا الشعار ومع هذه الانطلاق تعود ملكيتها لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. والمركز الرابع وبره لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي يضمرها. تحركت متعبة وصلت متعبة تقدمت متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعيلب الهايري الذي يقدم متعبة على المركز الخامس في هذه اللحظات. انفصلن الخمس المراكز باعدن الخمس المراكز انطلقا عن البقية. المركز السادس من على بعد اشوف هناك تاتينا دبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يتولى تضميرها. تدخلت نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب بن لاحج الهايري في هذه الانطلاقات. ووصلت وسام من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. هكذا مشاهدينا الأعزاء بوابة العبور 2 كيلومتر غادرناها خلاص. هلوم
الأمور تغيرت، تتغير الأمور، تتبدل الشعور بعد بوابة العبور. غيرت متعبة، غيرت متعبة إلى المقدمة، ارقصت متعبة. يا سلام يا سلام، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحد شبابنا عبد الله بن ثعيل بالهايري. يا سلام يا الهايري، دير بالك وركز مع متعبة وانطلاقاتها وانجازاتها العديدة. المركز الثاني تاتي فيها ملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد، ولكن بشاير بدأت تتغير، بشاير بدأت تتغير، بدأت بشاير الناموس مع هجن العاصفة تتقدم مع متعبة، تنافس متعبة على المقدمة. متعبة وبشاير، بشاير ومتعبة. مشاهدينا الأعزاء، الإعلان قربنا، قربنا من الألف ومئتين، بل وصلنا إلى الألف ومئتين، ألف ومئتين ما تبقى. بشاير سمعت النداء، سمعت نداء الألف ومئتين، انطلقت إلى المقدمة. بشاير بشاير من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يقدم بشاير، ولكن هناك متعبة لا زالت في قمة التنافس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري. يضمر متعبة على المركز الثاني. الثنتين مشاهدينا متابعينا الكرام باعدا بينهن وبين البقية، وصلت وسام على المركز الثالث. وصلت وسام بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية يقدم لنا وسام. هكذا مساري هذا الشوط، هكذا تحديات هذا الشوط وانطلاقاته في هذا المنطلق، في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام، نسير مع مقدمة الشوط. بشاير على المركز الأول، بشاير على الانطلاق الأول، متعبة على المركز الثاني، وتأتي في المركز الثالث هملولة، ولكن بشاير ومتعبة هن الأقرب للتنافس، هن الأقرب للفوز. الله الله الله، شوف المضمرين، كل واحد يرصد للثاني، كل واحد يتختل للثاني، ما بين الواثق وما بين الهايري. الله 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 الله، يا سلام متعبة وبشاير، بشاير ومتعبة. الأمتار الأخير بشاير لا زالت، لا زالت بشاير في المركز الأول. بشاير بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، وهناك تاتينا متعبة متعبة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري. يا السلام، الأمتار الأخيرة، الميتين متر الأخيرة، متعبة بشاير، بشاير متعبة، متعبة بشاير، بشاير متعبة، متعبة بشاير، بشاير ومتعبة، متعبة متعبة بشاير، بشاير 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 بشاير. تهانينا لهجن العاصفة على فوز بشاير بالمركز الأول. المركز الثاني متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان مسار هذا الشوط وتحدياته، وهذه بشاير بشرت بناموسة هذا الشوط. قطعت المسافة 13 دقيقة وثانيتين جزء واحد من الثانية. تهنينا لهجن العاصفة، تهنينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز. المركز الثاني لحظات وصول متعبة أيضا قدمت أداء جميل، 13 دقيقة وثلاث ثواني، ثلاثة أجزاء من الثانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وعبد الله بن ثعيل بالهايري كان مسير تضميرها وإدارتها، بينما المركز الثالث وصلت فيها ملولة في 13 دقيقة 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا كان مسار هذا الشوط وتحدياته. تهانينا والناموس للجميع.